نشرت شركة أكتيفيشن النسخة المطورة من Call of Duty Modern Warfare 2 في 31 من شهر مارس بعد طول انتظار اللاعبين لظهور هذه النسخة بالرسومات الجديدة والتطويرات الحديثة كما جرى لسابقتها Modern Warfare 1، لكن هذا العمل اقتصر على تطوير طور القصة وحسب من دون تطوير طور اللاعب الجماعي أو العمليات الخاصة. وقد يكون هذا العمل بمثابة إطلاق للعنان لكي تنشر الشركة النسخة المطورة من Modern Warfare 3 في الأعوام القادمة. نلتقيكم في خبر عاجل آخر أصدقائنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.